شو بك؟ ولا شيء، تأثرت شوي. تأثرتي ولا غيراني؟ غيراني؟ شو بدي غير؟ ايه قصدك لأنه أنا كنت بتغير. لا 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 لا، مش هيدا قصدي أبدا. أنا قصدي إنه غيراني على بيك من وفاء. ايه بهاي معك حق شوي. طب بالعكس، بكره بيروح بيعيش معه وبيفضلك البيت وبتاخدي راحتك. ما انا هيدا اللي خايفه منه ومزعلني. عن جد؟ ايه اكيد. لك انا بحسدك، انا مش عارف كيف بدي اخبر اهلي. عن شو بدك تخبرهم؟ على البيت اللي بدك تنقل عليه؟ كل صوتي صوتك على بسمعونا بتنزعلنا السهره. قومي اقعد معهم شوي جوا بعدين بخبرك. على شو بك يا بي مدمعة؟ لا بابا لا مدمعة ولا شيء، انه ما بني شيء. ما في خلص، مش راح اتركك لحالك. بابا شو هالحكي هيدا؟ شو انا بنت صغيرة؟ بعدين ايه دمعت شوي لانه تأثرت ومبسوطة. وحياتك بابا، مبسوطة كرمالك. أكيد مأثرة بس شوي. أكيد. إنه إذا ما انبسط كرمال البابا لمين بدي انبسط؟ بعرف يا بي، أنت قدها وزيادة. لا مان، بس هيدي مش لازم تسكتولها ابدا. مين قالك رح نسكت لها؟ انا بعرفك يا ربيع بتقدر تعمل كتير شغلات. يا ويلي كم يوم صعبين مرق. لا بس والله زعلتني على هيدي معلمة الحياة. قطقوطة هي، والله ما بيستاهل يصير معها هيك. ليه عم تحكي عنها هيك؟ عم نمزح يا زلمه. شيلنا من المزح هلا، انا خلصت فحوصات، شو بدنا نشتغل؟ خيي خليك هلا انت بالحشيش. لك شيلنا من الحشيش، خلينا بشي اقوى. بحب شي هيك في اكشن. ما اكشن ايه في هيك شغل، بس بصراحه انا ما بنصح. اسمع يا ربيع، شريف ابدا منه قليل، وانا وحيات عيوني بعتبرك مثل خيي الصغير. طيب بشتغل معك شي اللي عم تشتغله انت؟ ليش انا بعرف شو عم بشتغل؟ وصل اغراض، بيع مخدرات، اوقات كم قطعة سلاح. شو بدك بهالشغلات؟ ليش يعني شو بدي بهالشغلات؟ هي اوكي، طلع لك قرشين حلوين بشي بزنس مرتب، وما تفوت حالك بهالعالم المجوي. اسمع مني، انا بحب المغامرات. وحياتك يا ربيع، انا لو ما كنت مضطر اشتغل ما كنت افوت بهيدا الجو. بس انا خلص انجبرت من انا وصغير، وهلا خلص تورطت. لك انا ما شفتها للمدرسة. طيب ما انت في وراك شريف، مش هو اللي طلعك من الحبس؟ لك اخ يا ربيع اخ، فكرك انت هيك الدنيا كلها ببلاش؟ حبيبي كل شي بحقه بهالبلد، وما حدا ما حدا ابدا بينتبه لك. وانت ليش مجرب تجربة الحبس؟ انا بيي له 7 سنين محبوس. والله؟ شو عامل؟ الله يلعنني إذا بعرف. ورطوه بقصة سرقة بشغلنا. شايف؟ حبيبي هيدي ما بتجي إلا بس على المساكين اللي مثلنا. خيي مثل ما عم بقول لك، طلع قرشين حلوين، خيي حشش، عبي راسك. بس وحياتي يا ربيع، إذا بصح لك تدرس وتعمل شي بزنس نظيف ما تقصر. لك الشباب زهقوا من الحشيش، في شي أتقل؟ يا زلم شو صرنا ساعة عم نحكي؟ بس يلا أمري لله، لعيون الشباب. هي شو ما بدكن وأنا جاهز.
هلا انا ما عم بفهم يعني انتو ليه هالقد حابين على مس حياة ومصرين انه تكون معنا بالمدرسة؟ خلص اتركوها على راحتها. يا خيي انت شو قصتك معنا مس حياة؟ نسيت انه هي على طول كانت توقف حدك؟ ليه هالكره داني؟ بركي لانه عقله صغير. يعني انت بتعرفي. طب انا هلا بدي اعرف شو فيه. شو بك معه؟ بونجور. هاي كيفكن؟ حبيت اعرفكن على روى بنتها لصاحبتي، كنت عندن اليوم حبيت جيبها لهون تتسلى معكن شوي. هاي 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 سامي كيفك؟ رح اترككن نتفه. عدا هاي انا داني. هاي داني. وهيدي تيما. هاي. ليكي انت شو بتعملي؟ شو بتدرسي؟ لا خلصت درس هلا بشتغل. حلو. وشو بتشتغلي؟ مانجر بشركه تصميم. يعني ديكور وهيك اخبار؟ لا فاشن. انا كثير بحب الفاشن على فكره. لفتي لي نظري اول ما شفتك. ميرسي. اصلا تماري مين ما شافها الا ما تلفت له نظره. اذا بتحبي الموديلينج احكيني ساعه اللي بدك. اوكي اكيد. خدي كارتي. مرسي. بتصدق روى؟ هيدا أول مرة بعرف إنه أنت بتشغل بالفاشن. أنا عبينا ما بتعرفني أنت. من نحنا وصغار مش شاطر غير تخزق لي ألعابي وتقص لي شعرات البوبيت تبعي. أنا؟ عن جد؟ هي عن جد. طب شو بدك تشربي؟ يلا اللي عم تشربوا. يلا. ما بعرف ما بعرف ما بعرف ايش عم بفهم عليها. ما عم بعرف شو بدها اصلا. لك خلصنا. ولك يا باسم، لك لهي اصلا عارفه حالها شو بدها؟ خي النسوان بجننوا بس من بعيد. لشو بدك ترجع توجع راسك وترجع تفوتهم بحياتك؟ ما انت اول ما تجوزت لرانيا دفنت حالك بالحياه. هلا بعد ما رجعت لراسك شوي فوق الارض بدك ترجع تدفن حالك؟ خليني اسالك سؤال. أنا بدي أفترض بأحسن الحاليات حياة عارفة حالها شو بدها، وأنت فهمين عليها، وداني منه معرض الموضوع. لك لوين ناوي توصل؟ قل لي لوين بدك توصل، أنا رح لك لوين رح توصل. رح تتجوزها لحياة، وترجع تقعد أنت ومرة بنفس البيت. شو بتكون عملت؟ ما بتكون عملت شيء. باسم، روح عيش حياتك، عيش حريتك، لا تعرف تقرر شو بدك. يوم شغل بيسوى الدنيا. زينة بقى.
لا ومش بس هيك، وقتها كان صغير كان كتير طبوش، وكان كل شي تحطه قدامه بياكله، حشيش، خشب، بلاستيك، ورد. عن جد مش عم بمزح، كان ياكل ورد. اه عن جد هلا انت هيك كنت؟ خلص بشيل المزعج، انا وسامي ما في منه، يعني مش قليل عليكم حدو قمر مثلك. ميرسي. عن جد انت كتير مهضومة. ميرسي. طب ليكي تيما جمعة ترجعي عاملة حفلة، ليه ما بتجيش؟ بتجي. ما بتجي. ايه عن جد عندها حفلة بيانو تيما، ليه ما بتجي هيك منتسلى؟ اوكي. Are you like to go? ايه بس داني انت باركي ما يطلع لك كارت. مهضومين. وانت شو ناوية تعملي؟ ولا يا فؤاد ما بعرف، ما في شي عم بيزبط معي، ضايعة كتير، ماني عارفة لا مين أنا، لا شو بدي، لا شو بدي أعمل، ماني عارفة شي بقى. أوكي إذا الأمور معقدة هالقد منجرب نهينا، نهينا منحل موضوع ورا موضوع. هينا هينا. ولك كيف بدي هينا؟ ما قال لي أنا بشو بدي بلش؟ بلش بمشاكل المدرسة ولا بتقديم استقالتي وطلعتي من الشغل وقعدتي بالبيت؟ ولا بقلك شو؟ بوجوه طلاب اللي عم يطلعوا لي بنومة؟ ولا بزواج بيي يلي كمان طلع من البيت وتركني لوحدي هون؟ ولا بقلك شو؟ أحسن شي رح بلش بقصص الحب الفاشلة اللي أنا عم فوت فيها، أنت قل لي بس أنا بشو بدي بلش؟ بطلعت عمو سمير من البيت. كيف يعني؟ مش أنت سألتيني منين بدنا نبلش؟ منبلش بهيدي، لأنه تاني مواضيع ما بعرف عنها شي. منبلش من هون، من عيشتك لوحدك، هيك فيك ترتبي كل حياتك. صدقيني هذا شي بوزيتيف مش نيجاتيف. عن جد؟ أكيد. مش معقول قهوتك شو طيب؟ صحتين. شو طيبة؟ حياة. أهم شيء الاستقلالية، هي بتساعدنا نفهم حياتنا منيح وناخد قراراتنا الصح. بس المشكلة أنا مش معودة أعيش لحالي. بتتعودي. خبريني عن المدرسة. بطلت، قدمت استقالتي. ليش؟ تخنقت مع المديرة. اوكي وشو؟ ولا شيء. والطلاب؟ عم بحلمهم بنومه. ورح ضلك تشوفين لانك صديقتهم. انا شفتهم قديش هني معلقين فيك. انا معلقه فيهم. بس وقت اخر فتره جو المدرسه ما عاد ينطق ابدا، صار كتير متعب. جريت، وهلا رح تخلصي منه. والحب؟ الحب ما بعرف إذا فيني سميه حب أصلاً. طب ليش ما بتعرف شو؟ سوري كنت بدك تقول لي شيء؟ لا لا يلا كمل. كنت بدي أقول إنه بتعرف إنه عم فكر أنا ماني بحاجة لرجال هو ينظم لي حياتي، إنه أنا بقدر نظم حياتي لوحدي. هيك انه عم فكر انه خلص شيل قصص الحب من راسي، ما بدي اياه بقى للحب. عظيم، هذا بيشبه كثير اللي كنت بدي اقول لك اياه. صدقيني ما في احلى من الانسان يرتب وراءه عرواق، بعدين كل اشي بتزبط على مهله. مرسي فؤاد، عن جد مرسي، كثير برتاح لما احكي معك، بحس حالي احسن.
اوكي يلا قومي البسي ثيابك، قومي والبسي ثياب سبور لانه بدنا نروح نمشي انا وياك. حياتي حاسس حالي ختيار، بدي ارجع استعيد شبابي من اول وجديد، يلا قومي ساعديني. فكرة كتير حلوة بس عشرت كل يوم بدنا نعمل سبور. اوكي وانا ريدي، يلا. يلا ثانية بس لغير ثيابي. حياتي على فكرة لقيت بيت حلو كتير وبدي استأجره آخر جمعة وانقل عليه. والله شو هالخبرية هاي؟ هلا تخبرني كل شيء. يلا. لا شي حالنا كتير اليوم بكير، يعني صار فينا نروح مثل كيف كانت النقلة؟ صارت على السريع. منيحة منيحة. يعني مرتاح؟ طبعا مرتاح، بيكفيني انه راح اقضي هالعمر كله معك. مشغول بالك على حياة مش هيك؟ بتعرفي لروح دلفن لها واتطمن عليها. شو؟ في بوجهك حكي؟ بصراحة أنا ما بدي أحكي لحتى ما تزعل مني، بس حياة بنتك الوحيدة وأنا كتير بحبها. كفي كفي، بهمني رأيك. نعطيها شوية وقت لحتى تفكر بحالها، حياة معلقة كتير فيك ونحن رح نضل نطل عليها نص ساعة نكون عند بعض. صح، حياة لازم تتكل على حالها من هلا وطالع. دايما بحب انه تعطيني نصيحتك. ولو انا دايما رح كون معك مثل ما انت رح تكون معي، صح؟ انا بحبك. وانا كمان. شو شباب وين بدنا نروح؟ محل ما بدك على ذوقك. بتحبوا سكي؟ سكي؟ انه انا ما بعرف اعمل سكي، ما بعرف اذا هني كمان بيعرفوا يعملوا. لا ما تعتلي عم فوق، في كثير مونيتورز بيعلموك اصلا. ليه سلبي؟ لا يلا شباب تعالوا نروح نتسلى. بس ريوا ما بعتقد انه نحن حابين مصاري زياده. دون وري انا معي، اصلا عندي اصحاب كثير فوق. بتعرف شو؟ خلينا نولع ميوزك ونتسلى. يلا. شو في تيما؟ كان خيي بعت لي هلا مساج، قردوا له ايميل من المستشفى. من امريكا؟ كان القصة مغيرة. شو القصة تبعك؟ طب وشو قال لك؟ يلا يلا عم بسأله دقيقة. شباب شو القصة؟ عم بيقول لي خيي نروح لعنده على البيت، مش ضروري وعارف انه انا معه. ريوا نحن مضطرين نروح لعند تيما على البيت. طيب ما بتتأجل؟ ما كنا طالعين على كفر دميان. لا عن جدري ما بيتأجل. خلص بكرة منروح نبقى. طيب اوكي، وين بدي وصلكم؟ طيب ريوا اذا بدك تعي معنا. شو بدي روح اعمل معكم؟ لا خلص بفضل وصلكم فر. كتير القصة مش هينة مثل ما كنا مفكرين. لا يا عن جد ختيارنا. إذا ما مندخن وهيك كيف لو مندخن؟ بتعرف إذا هيك منقضيها كل يوم شي ربع ساعة تلت ساعة بيرجع بيمشي حالنا بصير تمام. عشية بدك توقفي معي وتساعديني، بدك تكوني من يمي يعني. ولا يهمك، أكيد رح أوقف حدك، بس أنت خلص قررت؟ أكيد مش ممكن اتراجع ابدا. طيب شوفك عشية ما تتأخروا. ايه